مباراة الهلال السعودي والاتحاد السعودي في ربع نهائي بطولة كاس العرب للانديه دي ديكا تشهد المباراة مع فضل الله تضفي سرداء كل وشكرا لكم مسبقا ملعب المستضاف للمباراة ملعب كينج فات سبورت ستاديوم بالطائف توقيت المباراة سوف يكون في الساعة التاسعة ليلا بتوقيت السعودي وقطر والامارات والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب اما بالنسبة لقنوات الناقل المباراة قناة اس اس سبورت اتش دي واعيد و اتش دي خمسة الناقل الحصري للمباراة نتمنى لكم فرجو ممتعة لا تنسوا دعمنا بيه و وتفعيل قناة خاص لكل لكي توصل دائما بمواعيد و تفاصيل المباريات القوية والمقبلة المقبلة و مواعيد في موعد قادم